أكد سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب أمين سر الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن الموضوعات التي ستطرح خلال أعمال جمعية الأمناء العاملين ستركز على تعزيز التنسيق في المجال الإعلامي وإقرار مشروع برنامج لعمل الجمعية، كما سيعمل المجتمعون على إعداد مشروع لجدول أعمال الدورة القادمة للجمعية التي ستعقد في أنغولا العام المقبل. وذكر بونجمة خلال شراكته في افتتاح الدورة الحالية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية أن اجتماعات الأمناء العامين تصب دائما في صالح تبادل الرؤى وتنسيق وتنظيم الجهود والدفع بها قدما لتطوير أداء الأمانات العامة للمجالس للوصول إلى المستوى الذي يرجوه الجميع، وبما ينعكس على مساندة مسار التعاون متعدد الأطراف.